الخبر الاول اللي عدنا عن نور ستار والبدايه الجديده باليوتيوب. نور ستار نزلت على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات جت كتبت بيها انه فضفض قبل النوم، صارت تعترف انه باخر 6 شهور هي كانت مركزه بعائلته وما مركزه باليوتيوب، لان تقول انه اليوتيوب هوايته يحتاج جهد وتعب خاصه هي صار بفتره سنين طويله، ولكن ان شاء الله من اليوم راح تبدي محتوى جديد وراح يكون ناري. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شنو تتوقعون المحتوى الخرافي اللي راح يقدمنا نور ستار، وشو رايكم بالكلام اللي قالته انه هي كانت مركزه باليوتيوب. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر عاد هو فريق نور مارفن. فريق نور مارفن نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات من خلال انه راح ينزلون مقطع اقل انتج الجليدين تقريبا بكل اعضاء الفريق ما عدا قمر مار، وطبعا اكيد راح يكون المقطع الناري. اما اليوتيوبر الثاني هدفه محمد جواني، فجواني نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات على من خلال انه راح ينزل مقطع الساعه بالاربعه، وكان كاتب على الستوري موعدنا بكره رجعنا. فايش تتوقع محمد جواني راح يكون بالفيديو؟ واكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، ومن متحمسين اكثر محمد جواني او فريق نور مار. الخبر الثالث اللي عدنا عن غيث مروان واستهزاء بنور ستار، فغيث مروان نزل على قناته باليوتيوب هذا المقطع، وبهذا المقطع صار يستهزئ بنور ستار وصار يتمسخر عليها انه هذه دموع حقيقيين من هذا الكلام، طبعا يدافع عن نارين بيوتي. بعطيكم هذه اللقطات شوفوها يا حبايب. بس عشان تعرف ان هدول دموع حقيقيين مش تمثيل. بيمثل اكثر من صاحبنا. صح؟ والله صح. يعني بكيت بس والله بدون فلتر بدون بي، عشان هيك بين الدموع. بس عشان تعرف ان هدول دموع حقيقيين مش تمثيل. بيمثل اكثر من صاحبنا. صح؟ والله. الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم متابعين نور ستار وبيسان اسماعيل على ناري بيوتي، في ناري بيوتي نزل على سبب الانستغرام هذا البوست، وهذا البوست كان بهذه الصوره اللي هي كان صوره احتفالا بعمرها 21 سنه، وفعليا هو يملك كومنتات اللي جت يوم على هذه الصوره، وش اللي صار يستهزئ بها بكلامها بالستوريات، وش اللي صار يتهجم عليها من جمهور نور ستار وبيسان اسماعيل. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا هذا الخبر، هل تستحق هذا التهجم اللي تعرضت له او لا؟ الخبر السادس اللي عدنا عن باريتيوب، فباريتيوب نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات صار يحكي بها قصه، وهذا قصه نوعا ما ضحك بالاسلوب اللي يسويها، احط لكم اياها اللي حاب يشوف القصه بالكامل، والصراحه قصه قش الضحك، احط لكم الستوريات تشوفوها. براذرز شوفوا، انا كان عندي اعداء كثير في حياتي، تمام، مروا علي اعداء كثير في حياتي قبل كذا، بس ما مر علي عدو في حياتي اخص من العلامه الصفراء. العلامه الصفراء هي الشيطان الحقيقي براذرز. لوك ات ذيس ديسكاستينج. الواحد يتعب كم 25 ساعة في مقطع في النهاية؟ ما في مشكلة. في مقاطع كثيرة جاية في رمضان بإذن الله، مقطع واحد ما حيفرق، بس في كثير طلبوني أحكيكم قصص رمضانية، الناس يبغوا قصص في الستوري ما أدري إيش، وبصراحة ماني حق انستغرام وسناب شوت والحاجات دي، بس أنا مقصر معاكم ودائما أسحب ولازم أعوضكم، عشان كذا 12 ولا أي حاجة، أي وقت كذا أشوفه كويس. أول قصة بنتكلم فيها عن المسيح الدجال. طبعا اكيد اغلبكم يعرف قصه المسيح الدجال، بس يمكن اللي ما تعرفه هو المكان اللي حيخرج منه. وين؟ صبر انا بقول لك القصه. اوكي. المسيح الدجال بيخرج من مدينه اسمها اصفهان. وين تقع اصفهان؟ في الدوري الايراني. خلينا نقول قصه. اوكي. اوكي. This is خواطر. نسخه الحاره بس برضه. اهم شيء. اوكي. أصفهان تقع في مدينة في إيران. أوه شيت. إذا أنت ساكن في أصفهان، جي جي برادرز، أنا أعرف أصفهان ذي من إيش. رام النقر، ها. أنت بتخليني أسجل ولا ب... الحين عزز لك ولا ما تبغان؟ عشان إيش؟ أنت عزز بس في أماكن كويسة. عزز في أماكن كويسة عارف. أوكي. المهم نرجع للموضوع. طبعا المسيح الدجال ما هو حمار. يعني هو كلب بس ما هو حمار، فاهم كيف؟ اول ما يطلع بيسوي فيها انه قال لك اوه انا الرجل الصالح، انا شوفوني ما ادري ايش، بعدها بيقول اوه انا الملك، انني الملك، الناس بيصدقوه، بر بيقول ملك، الناس برضو بيصدقوه، في النهايه بيقول انا الاله، فاهم كيف؟ الناس برضو بيصدقوه. بتقول طبعا رسولنا الحبيب عليه الصلاه والسلام، صل على الرسول، صل على النبي عليه الصلاه والسلام، الرسول قال لنا انه المسيح الدجال ذا ايش علاماته؟ اول شيء بيكون عنده ايش؟ عين واحده، يعني اعور، يعني عنده عين ثانيه، يمكن انا ما ابغى افتي، بس ايش اعور؟ يعني انه عندي يمكن عينه من هنا مضروبه، فاهم كيف؟ يعني عينه دي ما هي شغاله، عنده عينه، وفي ناس يقولوا عنده عين في النص ريتاردد، فاهم كيف كذا؟ اقلي يا سنقه. المهم مكتوب في جبهته كلمه كفر. بتقول يا باري كيف الناس يتبعوه؟ كفر ولا كذاب؟ مو كذاب، كلمة كفر يعني كفارة، يعني انه ايش كافر، فاهم كيف؟ وما يشوفها الا المؤمن يقول لك. بس بتقول يا باري كيف الناس يتبعوا؟ العلامات واضحة فيه، احنا ما احنا شوف اللي قاعد يصير في الزمن ده. ادخل التيك توك بتلقى ناس يعبدوا واحد بس لانه يعرف يسوي رقصة البطريق، واحد يسوي تلقى التعليقات كلها اوه ماي جاد.
لو بترجع المقاطع في مقاطع ووريتكم صور الناس يعبدوا النقص دول اللي في التيك توك والحاجات دي، فكيف الناس كم ما بيلحق واحد يقدر ينبط الارض يلوس المطر ما ادري ايش بيكون عنده فانسات كثير فاهمين كيف. المهم بعد ما يلف المسيح الدجال في الارض 40 سكاكا نيويورك عرعر اي مكان ما عدا مكه والمدينه الله اكبر نعم. بيوصل جيش الدجال ويحاصر المسلمين عند جبل الدخان في الشام، وهو محاصر المسلمين شحط ينزل عيسى بن مريم عليه السلام شحط يقتل المسيح الدجال، بعدها اليهود ينفرشوا. وفتنة المسيح الدجال دي ما هي شيء يعني عادي لا حد يحسبها شيء بسيط، في سبب ان نتعود من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة، ما هو شيء بسيط. واذا طلع المسيح الدجال في الزمان ده وانت عايش والله فوكس برينت براذر، والله فوكس برينت، اطلع الجبال ولا لا تكي في الحارة. الزبدة هذه قصة اليوم من قناة خواطر MBC2. والله احس اني احمد الشقيري كيف القصة بالله والله شيء لا لا بصراحة وكذبني والله انت اسوأ راوي ولا سارد قصة شفت في الحياة. شوف 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 دقيقة اصبر خليها دقيقة اصبر ايش ايش سيء ما اعرف اتكلم ولا كل شيء اصعب. الزبده هذه قصه اليوم، اذا تبغون انزل قصص اكثر من كذا في الانستغرام ولا السناب شوت والحاجات دي بنزل كل يوم قصه ان شاء الله. اكتبوا لي القصص اللي تبغون تسمعوا دقيقه خليها اخلص المقال. اكتبوا لي القصص اللي تسمعوها، وكان هذا البرنامج الرمضاني، والسلام عليكم ورحمه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعرف تقفلها؟ الخبر السادس اللي عادنا عن ابو فلة واحتفاله بالانجازات اللي مسويها. فابو فلة نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات يحتفل بها بال4 مليون على سبب الانستغرام، ويحتفل بها على 500 الف متابع بحسبه بالتويتر. على كل نحطكم هذه الستوريات شوفوها. لا 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 4 مليون بالانستغرام لا 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 بالله ما تبارك لي لا خلاص بارك لي والله مو مهم لا 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 تويتر بندخل نص مليون نص مليون يا ولد والله هذا قوي مبروك كبير حبيبي والله حبيبي والله صفقة رهانة والله غلط حبيبي والله والله ماشي ايش ما تشيل ايدك؟ ما تشيل ايدك وصلنا لمقطع حبايبي. بالنسبة لفضيحة انا شايف اللي حكيناكم عليها امبارحة ممكن انه اليوم تنزل بالليل، لانه ما حبيت انزلكم اياها حاليا، اغلب الناس صايمين ممكن يفضلون على الفضيحة مال انس شاهب، فراح انزلكم اياها بالليل. وبحد يقول لي انه حرام وما ادري شنو، راح انزلكم اياها بالليل يعني ماكو رمضان، والمقطع حيكون زائد 18، فاللي حابب يدخل المقطع يدخل، اللي ما حابب يدخل المقطع لا يدخل عليه. حتنصدمون كلش. على كل حبايب حابب انكم انه شويه تدعموني، هذا فتره حاسس انه الدعم شويه نازل بالقناه من ناحيه اللايكات من ناحيه الاشتراكات. اشتراكاتكم ايش قلانه، اي واحد مو مشترك بالقناه اتمنى يشترك بالقناه، اي واحد عنده حساب وهمي يروح يشترك بهم بالقناه. وبس حابب انه بس هذه المره توقفون وياي، وبس جاكم فيزياء وختمت القصص، مع السلامه.